فريدة الشباشي، كاتبة صحفية ومن أبرز الإعلاميات في مصر والوطن العربي، رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، أول سيدة في تاريخ الحياة النيابية تترأس البرلمان المصري في 12 يناير 2021. الحقيقة في هذا اليوم مع تقديم زميلتي العزيزة وصديقتي جاسمين طه زكي، وهي بتقول اسم ورا التاني، يعني من المكرمات الواحد كان بيشعر بالفخر. الأسماء كلها تستحق التكريم، الأسماء كلها مختلفة، الأسماء كلها مجالات متنوعة، لكن كان يجمع بين كل هذه الأسماء هو إن مصر مش شكل واحد، مصر متنوعة. فأنت التكريم ما كانش لفئة ولا لمجال ولا لكل التنوع وكل الاختلاف، جمع ما بينهم الطاقة، الحرية، الفكر، التفرد، التميز، حاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها. معايا يعني هي صديقة لكلنا، لكل الإعلاميين ولكل الوسط، الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي، عضو مجلس النواب بعد التكريم من طبعا السيد الرئيس لها في يوم المرأة المصرية والأم المثالية، وهي طبعا كانت ترتدي الأحمر ثقة واحتفاء واحتفال. خليني أرحب بها، هي ضيفتي الآن في التاسعة. مساء الخير. مساء الفل يا شفكي، وميرسي على المقدمة الجميلة دي. بس أنا كنت لابسة أحمر منور. لا، العلم اسم. العلم بتاعنا والأبيض والأحمر. طب كنت بتقولي إيه للرئيس؟